سلام، صباح الخير، شلونكم؟ ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير. جيتكم اليوم فيديو جديد. قبل ما نبدا الفيديو حبيت نقول لكم مرحبا بكامل كامل كامل الجداد اللي عندنا. بدنا ثاني نمشي ونصور لكم في الطريق. باسكم شنو هدية؟ انا رايحة الخدمة، حبيت نصور لكم اليوم واش راح يكون في الخدمة. يعني العزيمة اللي راح تكون في الخدمة واش راح نديروا، واش سبب العزيمة. قبل هذا حبيت نقول لكم شنو راني نمشي في الطريق ونصور. قبل ما نصور لكم وكل شيء وتشوفوا التفاصيل، حبيت نقول لكم ادعوا لي. انا وميرا، انا مرات في حاله، انا خلاص ما ولاش عندي القدره. البارح لحقت للموت باسكو صافي اون سيمين ميرا المريضه، وشفتوني اللي متبعيني في الانستغرام شفتوني كيفاش جريت بها في السبيطارات ما كانش اللي تاع السبيسياليست، كاين غير الجينيراليست. المهم وحبيت ندي كونجي، ما قبلش يعطيني كونجي حتى السمانه الجايه ان شاء الله. تما كنت نجوز دي نوي بلونش، والصباح نروح نخدم. كاين نهارات للصباح نقعد هكا سهرانه، اما تيكا الصباح ربي نروح نخدم. ايماجينيو في الخدمه تانيك باسكو فرغنا كامل الحانوت، تعب لكم لا فان دي سيزون، وراح يعاود يخدموا ويسقم كل شيء. الوغ الحانوت بارد بارد بارد، وما حبش يشعل شوفاج باسكو كاع الخدامين خرجوا، كاع بعتهم كونجي، بقيت غير انايا وليدو والكونطابل هذيك شفتوها وجهت هذيك التركيه يا اختي، ما تلبس والو وتقول لك السخانه، وانا لابسه 50 حاجه ونقول البروده. ما فهمتش اختي اختنا شحال ونحم عليها وهي غير عظيمات وتقول لها سخانه، وانا لابسه الجاكيطه في الخدمه وندور، وقاتلني البرد. كما قلت لكم البارح لحقت للموت، قسما بالله لحقت للموت، ومازالني اليوم مريضه. جي اسي ندي نهار اليوم، قال لي خلاص راح تخرجي كونجي برك ما ديري في السبايب. هاي باتون تاعي من قدرتي يحبني، يعني ما يحبش يستغنى عليا. كما قلت لكم ما يقولهمش خدامه تاعي، يقول لهم هذه هي بنتي. الوغ ما كانش شكون يحكم الحانوت، سي بور سا هو ما يحبك ما والو. ما كانش شكون يحكم الحانوت على هذيك، ما حبش يعطيني كونجي. الوغ اوبليجي نخدم حتى السمانه الجايه ان شاء الله. هذه واقيلا لينا، هذا واقيلا لينا باش نبداو التعديلات في الحانوت، راح يعاودوه كامل. شوفوا الحانوت كيفاش ولا قنايده وبزمنه قالده. شوفوا الحانوت فرغ البنات، راك بقى هذه كامل فرغناه. شوفوا كامل فارغ فوق، هذا كنوريكم تانيك فارغ على هذيك البرد يقتل. شوفوا باسكو راح نعاودو كلشي، تما اصلا السمانه الجايه راح نكونو مغلوقين. غاشي كاع طالهم كونجي 15 جوغ، انايا وهذه هي المصفره بيان سور، لازم واش ندي انا تدي هي اون سومان، وهذا مكان. المهم انا دوكا وصلت للحانوت، شوف كيفاش راني عيانه. عيطت لكم شويه مكياج، ما نسيتش خاتمي اليوم. عجبوني المتابعين تاعي، خصنا نحط الكاميرا ونعاود لكم. كما قلت لكم حبيباتي المتابعات تاعي حريصات جدا. امي راه ديري خاتمك، امي راه علاش هكا، امي راه هكا من حرصهم وحبهم ليا. المهم هلاو راني عيانه، ها ما كاين حد، شوفوا ما كاين بيع، ما كاين مشتريه، ما كاين واحد اللي يدخل، ما كاين واحد اللي يخرج. بصح تركي يموت وما يعطيلكش دراهم ويقول لك حي قعدي في الدار، قال روحي قعدي معليش. المهم راح تخلصي على هادو اليامات، اقعدي في الحانوت والبرد نحس برا دافيه على الحانوت. المهم دوكا تيك انايا ندير فطور صباحي، لحقت راهي 8، ندير فطور صباحي ومن بعد تيكا نصور لكم واش راح يجيبو اليوم. فيها خروف مشوي، الله الله، وعلاش جايبين خروف مشوي وشنو السبه، وهذا ما كامل من بعد كملوا معايا لا فيديو. الا كنتو جداد على القناه ما تنساش اشتركوا فيها، خلوا لي لايك وخلوا لي تعليق حلو كيما نتوما، وفعلوا الجرس باش هكا يوصلكم كل جديد، ما تروحوش بعيد. هنا بنات بدينا نوجدو، انايا تشوفوا حالتي كي ولي تعاود تمرض تعاود طحت. المهم هنا راح يجو تاني، كاين ضياف واحد اخرين راح يجو.
كيجيو ناكلو كيقول نقول لكم علاش درنا هذه العرضه. شوفوا كما قلت لكم الحانوت راه فارغ ما بقى فيه والو. الفوق كما كتشوفوا ضد المره انا مطفيين كلش بصح ان شاء الله اليوم يطلقني هاني نقول له مريضه. شوفوا كيفاش شفتوني صباح وضكاتي بديت غير نعطس فريمون عاود نرجع للوجع تاع البارح كامل كامل كامل. الله يجعل الخير ويخلص هذا اليوم. راهي 3 تاع العشيه بقاو لي 3 سوايع نخرج ويا ربي قولي هاكي خلاصك وما تزيد تجي لعندي حتى نلعب جديد ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا ربي. المهم انا كي جيبو كلش نزيد نوريكم حبيباتي حاجه نخاف بسم الله. صافي ما جابولنا الشراس راح علينا البوز اللوفه علينا تفضلي شنو راه الله الله يا بو شي بيلاف ديل بو ها بارد باردون اعطيني شان يعني اذن المام لازم صورة بو بيلاف ديل بو شي يوكي يا مهمد بي بيلاف يشتى اون التوم تنجي بيم يا رمى معنا بجا شي بس 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 شيفر شيفر هذا يا اسمه ال بولا اندر واش اسمه هذا كي شغل الشعير تاعنا ولا واش الله عم بات لكم غير في دول الخارج حتى في تركيا وهكا عندنا شو اك ميبي اه حميد شوف كيفاش ما والله يبقى ورتي بنمش تمشي طيب من دهنا باك ايني دو شنيورز محمد بي باندي دون دنيا ما كيمد سيني شامس سن 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 دريك سن سن دنيا بوه باستا بنا بجان هب اج سن كزي gözümde şey yapma hep pasta diyorsun ben nasıl alayım şimdi onu yani tabii nasıl mı geliyor deniyorsun ne mutlu bana Tüm ne kadar? Tabak ver, tabak verin bana. Gidiyorum. Sen oraya götür, ben de orada daha. Gel hadi, fırsat et foka. Gel baba yemek. Allah afiyet olsun. Başlayın, nasıl başlayın? Şimdi sana kliyi tersih ediyorum. Hadi Rumeyi, sahne damla hilaya otun dösü. Bir rübe arağın beni yıkat yakıyor. ني رومانسي بيتر بس شوفوا شوفوا ما شاء الله عليه ضرب الطبسي الدوزيام راه في الطبسي ضرب الطبسي الاولى في الطبسي الدوزيام هذا حنا هذا غادي نكمل فيه بالسيف مي فريمون بالليل ومازال كاين خير ربي ولكن نكملو نغامسي وكلشي نقعد معكم نفهمكم علاش درنا هذه القاعده وهنا درت لهم العتام هاي ليك تقولوا لي واش امي راه فاهمين علاش درتوا هذه العرضه وعلاش درتوا هذا الخروف علاش درتوا هذه الامور دوك نحب نطلع من لاتاي نشربوا لاتاي من بعد كي كنفهمكم واش راح نديروا اكزاكتومون علاش درنا هكا اكزاكتومون. وهنا حبيباتي كما كتشوفوا بعد ما كملنا جبت كاس تاع لاتاي باسكو راني نحس روحي دق دقه دق دقه تاع الصح الله يجعل الخير. المهم ممكن حتى تستغربوا تقولوا هذا في الحانوت علاش جابوا الخروف. شوفوا كما وريت لكم قلت لكم هذا ايطاج واحد اخر شوفوا فراخ كامل خلاص كامل بقات غير فيه شويه سلعه ولكن نتوما تستغربوا تقولوا لي علاش في الخدمه درتوا خروف وهذه القصه كامله نقول لكم تاثير الجزائريه قولوا لي كيفاش حنايا كما حنا تعرفوا في العادات والتقاليد الجزائريه الانسان كي مثلا يدير حاجه جديده يشري حاجه جديده باغ اكزومبل يفتح مشروع جديد دائما عندنا هذيك العاده انه يذبح يعني يدير ذبيحه ويتصدق بها ف يعني باش تطيح البركه وربي يبارك له وكل شيء. وهنايا الحمد لله كملنا عام الاول في الحانوت وان شاء الله المعلم راح يعاود كامل السيستم تاع الحانوت وديكوراسيون كل شيء وتانيك الله يبارك شراء اوتيل وكل شيء. فقلت له قلت له علاش ما داش هذا السيستم يعني تذبح وتوزع توزع الفقراء والمساكين وكل شيء باش هكا ربي يبارك لنا في الحانوت ويبارك لنا في خدمتنا وكل شيء حتى في الدراهم نطيح فيهم البركه. كي قلت له هكا قال لي والله عطيتني فكره مليحه اش دار دار هو واش ذبح وصدق وهذيك خارجيا يعني ما علينا مالك في الحانوت تانيك قال لازم نديرها في الحانوت تانيك حنا كي شفتو هذيك المقوله تاع السياح الدم في الدار باش يروح الهم ولا باش تروح الفايده المهم حنا ما نقدروش نذبحو مي بصح راح دار جاب خروف جابوا من الولايه واحد اخرى وجابوا لهنايا وعند الفرانين اللي هنايا يعني جابوا من الولايه واحد اخرى وذبحوا وداروا عند الفرانين اللي هنايا من الصباح وما يحوسوا على الفرن باش تدخل فيه هذيك السنيوه لقاو غير ديك السنيوه تقولوا مبهدله مش مبهدله هذاك واش لقاو المهم
دارها وجينا لهنايا بياسر عرض الخدامين تاوعو اللي هنايا وعرض ثاني صحابو اللي هنا متواجدين باسكو لا بلو با خرجوا كاع فاكونس اللي كهنا متواجدين بيان سور كلينا ودعينا قول ربي يطيح البركه وكلشي وثاني كدينا درنا لابار تاعنا قلت قلت لكم عقليه جزيريه درت لهم هنا كل واحد كيبقى قلت له هدايا كل واحد دير له يدين مالي للدار من الاخر اي عمرنا كامل ودرنا معنا الامبورتي يعني الحاجه المليحه اللي حبيت نقولها لكم مليح واحد يعلم عاداته ويعلم تقاليده لولاد واحد اخرين يعني الناس واحد اخرين في بلاد واحد اخرى هما تاني كيقولوا عندنا هذه العادات بصح ما تجيش في بالهم يعني لو كان باغ اكزومبل ما قلتلوش انايا هاد بسم الله ما قلتلوش انايا دير هكا وكل شيء ما تجيش في باله ما كانش اللي يفكروا وما كانش اللي يقولوا قلت له ما تخممش هذو الامور راح انا عجبك وتانيك بروبوزيت له تانيك ان شاء الله كي نعاودو نكملوا البنيان وكل شيء تما نخرجوا فاكونس كي نعاودو ريكوبيرو من الفاكونس تانيك راح نديروا عرضه عندنا كيدبح ويجيب ماكله وكل شيء ونديروا هذوك اللي يجوا يقضوا من عندنا كامل اللي عايشين هنايا بيان سور يجوا لعندنا وندير لهم اكراميه يعني نحط لهم الماكله مع دي كادو دي برومو وكل شيء هكايا هذه طريقه مليحه للتسويق وحاليا تنك طيح علينا البركه والناس يحبونا وان شاء الله ننجحوا تقولوا لي امي راتي واش دخلك مش حانوتك مش حانوتي صح بصح كي ينجح الحانوت ويكبر بيان سور راح نكبر معاه انايا خاطر انا اللي حاكمه الحانوت كيما شفتوا ما كان حتى واحد في الحانوت انا اللي راني هنايا ليسونسييل فيه كيما في المبيعات وفي كل شيء انا هي ليسونسييل يعني كل ما زيد يكبر الخدمه تزيد مسؤوليتي وتزيد درامي على هذيك نحاول دائما نجتهد وندير افكار جديده بيان سور حاجه مليحه هذه يعني الصدقه صدقه يعني تمسح الذنوب تبعد علينا المشاكل تبعد علينا كل شيء على هذيك هذه الفكره درتها هو صدق خارجيا يعني بيان سور ما حاش يقول لي وين صدق ومن مد وقلت له علينا احنا صحاب الحانوت ثاني جاب لنا وثاني ان شاء الله بعد ما نرجعوا من الفاكونس راح يدير هناك الخدامين اللي هذوما المشتريات تاعنا المقيمين هنا في تركيا هذه هي الفكره تبع اليوم شوفوا الجزائريه كيفاش يكون تاثيرها مليح وعادتنا كيفاش حلوه ومليحه هذا ما كان درناها وكملناها هناني بلاتي ان شاء الله ما يكونش كورونا ولا عديتهم كامل وراحوا كاع فيها هذا ما كان هذا هو فيديو اليوم فيديو خفيف ظريف انا اليوم ان شاء الله شي عندي رونديفو تاع سنوني عبدا امي راه علاش تقولي سنوني تاع اسناني جيني ثقيله اسناني كما قلت لكم ان شاء الله الا كتب ربي من اليوم راح نبدا نركب الجسر لهذو النواحي كما قلت لكم راني نخدم درت لكم فيديو من الاول واش بديت نقي حتى ان شاء الله كي نكمل نحط لكم هذاك فيديو وحده سمعتي ما حاش نصور لكم صورت لكم فيديو خفيف ظريف ان شاء الله يعجبكم نحبكم بزاف اي بونجورني.